بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. هذه هي المحاضرة الرابعة في السلسلة المصورة لمادة مواضيع خاصة في علم الحاسوب، والتي نشرح فيها دائما الداتا مايننج، ألا وهي تنقيب البيانات. وإن شاء الله سأتناول في هذه المحاضرة الـ Approximity Measures for Numerical Attributes، وكيف بدنا نقوم حساب الـ Dissimilarity إذا كان الـ Attribute اللي بين إيدينا من نوع Numerical. وقد غطينا في المحاضرات المصورة السابقة الباينري اتريبيوتس والنومينال اتريبيوتس والاوردينال اتريبيوتس، واليوم بقي علينا ان نغطي النيوميريكال اتريبيوتس. وستكون المحاضرة لحد ما قصيرة، على ان نتناول ان شاء الله في المحاضرة القادمة كيف اقوم بحساب الديسيميلاريتي للميكست داتا أو الميكست أتريبيوتس. أرجو المتابعة والتركيز، وإذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم التواصل معي عبر طرق الاتصال المختلفة، وأنا مستعد لكي أجيب على أي سؤال أو أي استفسار. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.